كارباورشيب اسم برز في لبنان خلال السنوات الأخيرة ليضيء عتمة خيمت عليه منذ عقود. من على ضفاف مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول انطلقت شركة كارادينيز منذ 70 عاماً لتحتل الموقع الأول للشركات المصنعة لبواخر الطاقة في العالم. على الضفة الشرقية من بحر مرمرة وعلى طول هذه المساحة الهائلة من الحوض تبني شركة كارباورشيب التابعة لمجموعة كارادينيز للطاقة بواخرها وتجهزها بأحدث التكنولوجيا في فترة قياسية، وذلك تحت إشراف مجموعة كبيرة من الخبراء والمهندسين. يجهد اليوم عمال الشركة في بناء باخرتي أوركا سلطان وإبراهيم باي بعد أن أنجزوا بناء الباخرة الأكبر لإنتاج الطاقة عبر التاريخ أورهان علي خان بقدرة تصل إلى 470 ميجاوات. وسط ورشة العمل هذه وبين المولدات الضخمة يخيل إليك أنك تملك القدرة وبكبسة زر واحدة على إنارة العالم كله من خلال غرفة التحكم والرصد. أما في المقر العام للشركة فيتجول رئيسها السيد أورهان كارادينيز بين العمال للاطلاع على سير العمل في الدول التي تؤمن لها الطاقة بواخر كارباورشيب، فقد توزعت خدمات الشركة على عدد من دول قارات آسيا وأفريقيا، وتعدى عدد موظفيها المنتشرين في العالم 2500. وبذلك شكلت الشركة رافعة كهربائية أنقذت هذه الدول من العتمة الشاملة، وأمنت قسماً كبيراً من إنتاج الطاقة في إندونيسيا، غانا، غامبيا، سيراليون، السودان وغيرها. في لبنان خطط عديدة وضعت وسياسات إنمائية رسمت بغية إيجاد الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء المتجذرة منذ اندلاع الحرب، لكن الإنقاذ تم على يد باخرتي فاطمة جول المتمركزة في معمل الذوق الحراري وأورهان باي في معمل الجي، وذلك بالسرعة الأقصى والكلفة الأقل. فبفضل هاتين الباخرتين 5 ساعات تغذية إضافية تأمنت في المناطق اللبنانية كافة. كما قامت الشركة بتقديم باخرة إسراء سلطان مجاناً لثلاثة أشهر فتمركزت في معمل الذوق، وتعدت بذلك ساعات التغذية في كسروان 21 ساعة لتصل إلى 23 ساعة. Lebanon is a valuable regional market for us. We have been operating for some years. It represents about 8 to 10% of our current business volume. We have ships operating from far end of Asia to the different parts of the world. Lebanon is one of our clients that we value. We are very proud to be serving Lebanon since 2012. Today, with 635 megawatt installed on 3 power ships, we are supplying 35 to 40% of the whole electricity generation in the country. كارادينيز عندها أسطول كتير كبير، هو الأسطول الأكبر بالعالم اللي بواخر الكهرباء. قد ما بده لبنان فينا نأمن له بخلال أشهر قليلة قد ما بده كهرباء. فيها تكون هيدي الفترة انتقالية لحين الانتهاء من إنشاء المعامل الثابتة على الأرض لبين ولبنان إنشائها. تأمين الطاقة بواسطة هذه البواخر يبقى حتى اليوم الأقل كلفة، إذ لا يتعدى 14 سنتاً للكيلووات، بينما تصل كلفة الإنتاج في معملي صور وبعلبك إلى 24 سنتاً، وفي معمل الجي القديم إلى 17 سنتاً، والذوق القديم 15 سنتاً، 16 سنتاً في الزهراني ودير عمار. أما بالنسبة إلى استجرار الطاقة من سوريا فيتعدى 18 سنتاً للكيلووات، فيما تتعدى كلفة الكهرباء المؤمنة من المولدات الخاصة 30 سنتاً للكيلووات. وقد وفر لبنان بفضل اعتماد بواخر الطاقة ما يقارب 350 مليون دولار في 5 سنوات. نحن منبيع لبنان بأرخص الأسعار من 20 باخرة موجودة بالعالم. أكثر من هيك، لبناني بيستفيد من سعر اللي عم تاخده من البواخر أرخص بكتير من معامله
الموجودة بلبنان الحالية وأرخص من الشراء اللي عم بيصير من سوريا. فأي صفقات يتكلموا عنها؟ We have in the last years demonstrated that we are one of the lowest cost and most reliable sources of power for Lebanon. And at the end of our contract, should it be needed, we'll always be at the service of EDL and the government of Lebanon. من سنة 2013 بس بلشت فاطمة جول أورهان باي بالعمل بلبنان. كانت عم تنتج كهرباء بأرخص الأسعار مقارنة مع كلفة الإنتاج من معامل موجودة بلبنان. من سور بعلبك دير عمار الزهراني والزوق والجي القديمين. كان يوفر كتير كبير على الخزينة نتيجة استهلاك الفيول اللي هو أقل بكتير من كل المعامل الموجودة بلبنان واللي يتجاوز 350 مليون دولار. وأكثر من هيك نحن بصيفية 2018 جبنا أسرى سلطان على لبنان لفترة 3 شهور مجانا. يضاف إلى موضوع الكلفة ما تخفضه هذه البواخر من نسبة التلوث الناتجة عن المعامل اللبنانية التي باتت قديمة ومتهالكة، إذ إن انبعاثاتها أقل بكثير من انبعاثات هذه المعامل القديمة، وتلتزم البواخر بالمعايير المحددة من قبل البنك الدولي ومعايير آيزو 14001، كما أنها قادرة وبسرعة كبيرة على أن تتحول من الفيول إلى الغاز، وبالتالي على التكيف مع أي مصدر للطاقة. Electricity is the backbone of any strong economy. With reliable electricity, new industries come to the countries and create job opportunities and new employment opportunities for the younger generations. When there are blackouts, this results in downturn of the economy and slowdown of the economy. وعلى مدى عقود أثار ترميم معامل الكهرباء وبناء معامل جديدة مشكلة أثقلت كاهل اللبنانيين وانعدمت آمالهم بالتخلص من هيمنة المولدات ومن ساعات التقنين القاسية. الاعتماد على بواخر الطاقة الخاصة بشركة كاربوشيب حتمه المعيار العالي للكفاءة والخبرة والقدرة الهندسية والمالية التي تتمتع بها، ما جعلها رائدة في مجالها. وبالفعل تشكل خدماتها الحل الأمثل والأجدى للبنان إلى حين إنشاء معامل جديدة.